السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض القطع الديكوريه الجامده جدا دي. ممكن تحطيها في المطبخ، تحطي عليها توابل، تعمليها كافي كورنر، ممكن تحطها في الريسبشن، في اي مكان. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا. اول حاجه انا جبت اي ورقه عندك، جورنال او اي حاجه، مقاسها 45 × 45 ونتنيها نصين كده، ونبدا نرسم عليها نص قلب علشان لما نقصه يطلع القلب مظبوط. هو ما طلعش معايا مظبوط في الاول، بدات اظبطه واحده واحده يعني لحد ما اتظبط، وقصيته بالشكل ده. لما افرد الورقه هتبقى معايا شكل قلب الجنبين بتوعه متساويين بالشكل ده. وبعدين قصيت الجزء اللي تحت بتاعه كانه قاعده كده بالشكل ده، وقصيت 3 كراتين على الاسطمبه اللي انا عملتها دي عشان يبقى مقاسهم مظبوط، 3 كراتين على الشكل القلب اللي انا عملته. الارفف جبت قطعتين كرتون مقاس 35 × 12 و4 قطع كرتون مقاس 16 × 12، دول هيبقوا الارفف بتاعتنا. ونلزق كل 2 مع بعض بالغيره، نحط عليها شويه غيره خشب مخففينهم بحبه ميه على واحده منهم، ونلزق الثانيه فوقها. ده كده الرف الكبير اللي هو اللي في النص. وبعد كده الارفف الصغيره برضو هنلزق كل 2 مع بعض بالغيره. هنجيب بقى قطعة كرتون من الثلاثة اللي احنا عملناهم، ونبدأ نحدد عليها شكل الأرفف اللي احنا عملناها دي عشان نشوف احنا هنحطهم فين، يعني هتحطهم في أي مكان بالظبط. نحدد أماكنهم بالشكل ده، نحطهم ونعلم حواليهم بالقلم، وبعدين نجيب الكتر ونقص الجزء اللي احنا حددناه ده عشان نبقى عملنا فتحة كده للرف يدخل فيها بالشكل ده. وكذلك الرفين التانيين قصتهم بنفس الطريقة، بقوا معايا بالشكل ده. حطيت عليها غيره خشب وفوقها قطعه كرتون قلب تانيه نفس اللي عملتها، بقوا معايا بالشكل ده. جبت بقى قطعه الكرتون الثالثه ورسمت عليها خطوط بالطول كده، وقصيتها شرايح عشان تبان كانها ايه، قطع خشب محطوطه جنب بعض يعني. قصيتها شرايح بالشكل ده. وجبت بقى قطعه الكرتون الاساسيه اللي انا عملتها، واحط فوقها شرايح الكرتون اللي هي قطعة الكرتون الثالثة دي، وابدأ برضو اعمل فيها نفس الفتحات اللي هي بتاعت الرف، يعني افتح الجزء اللي انا فتحته في الكرتونة اللي تحتها افتحه برضو في الكرتونة اللي فوق عشان الرف يدخل ما بينهم كده، بقوا معايا بالشكل ده. اشيل بقى كل قطعة كرتون منهم واحط عليها غيرها وارجعها مكانها تاني، هيبقوا معايا كده. يعني نشيليهم واحدة واحدة، نحط عليهم غيرة ونرجعهم مكانهم فيلزقوا تاني عشان بس ابقى محددة مكانهم من الاول. انا كده لزقتهم كلهم، هبدأ اجي بقى في الفتحات اللي انا عاملاها دي واملاها بالغيرة، تمليها بقى في الارضية بتاعتها والجوانب وكده، نملى الفتحة كلها. انا كده مليتهم كلهم، هتجيب الرف بتاعك وتدخليه بقى في قطع الكرتون من جوه كده، اللي هو يبقى متثبت ما بينهم يعني يبقى متثبت ما بينهم وكمان يلزق بالغيرة من جوه، فيبقى ثابت ومتين، بقوا معايا بالشكل ده. كده لزقت التلاتة. هتجيبي اي ورق خفيف عندك، ورق كرافت او ورق جرايد او مناديل او اي ورق خفيف، ونلزقه على حواف الكرتون بالغيرة، نحط غيرة على حافة الكرتون كده وفوقها الورق الخفيف بتاعنا، ونلزقه بالشكل ده عشان نداري فتحات الكرتون. وكمان هنيجي على الاجزاء اللي احنا عاملينها اللي هي الفواصل دي، نحط عليها برضو غيرة وبعدين الورق الخفيف، ونبدأ ندخلها بالشكل ده. انا دخلتها بسن بالجنب بتاع المقص كده بحيث ادخلها من جوه، وبعدين ادهنها باللون البلاستيك الابيض. جبت دهان بلاستيك ابيض جي ال سي او سايبس او سكيب او اي نوع كويس يعني، ودهنته باللون الابيض بالشكل ده. وبعدين انا عايزه ادهنه باللون البينك، حطيت شويه دهان ابيض وعليهم نقطتين من اللون الاحمر. الجزء اللي جاي ده ديكوري، يعني انت بتعمليه بقى حسب رغبتك انت وحسب ذوقك. انا دهنته باللون البينك، يعني احنا بنشوف التكنيك نفسه وبعد كده انت زينيه بالشكل اللي يريحك. انا دهنته باللون البينك. بعد كده الرسمه دي انا بحب الورده دي قوي، هنزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. قصيتها وجبت الورنيش المائي بتاعي، احط طبقه خفيفه منه. النهارده هوريكم تكنيك تاني للزق الصوره، يعني بدل التكنيك اللي احنا متعودين عليه. هتحطي الرسمه بتاعتك وتجيبي كيس بلاستيك، انا حاطه كيس بلاستيك دلوقتي، وامشي عليه ايدي، تفضلي تمشي ايدك كده فوقه، هتلاقي الصوره اتطبعت فوق فوق الكرتونة يعني. وبعدين تشيل الكيس البلاستيك وتعملي عليها طبقة من الورنيش المائي، والقطعة كلها برضو هعمل عليها طبقة من الورنيش المائي. ممكن تعلقيها بالعلقات دي، بس انا في الحقيقة عملت فتحتين كده في الظهر وعلقتها فوق المسامير يعني.
وبس بقى ده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.